عارفين هتعملوا ايه ها؟ وانتوا عارفين هتعملوا ايه؟ ماليش دعوه بيكوا، يلا وضبوا وضبوا، يلا ادري ادري. ايوه خد الناحيه التانية كده، خد دي خد دي، كمل كده. ايوه وطب وبقى، يعني انا عايز ايه ده ايه ده ايه ده، تبقى 10 على 10. ايه ده اللي بتعمله ده يا جدع؟ انت هو عايز الدهان، انت يا جدع، انت يبقى 10 انت يا جدع، انت يا جدع، انت اللي بتعمله ده. استنى 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 ايه؟ قلت لك ما تدهنش حاجه انا وخلاص. بعد يا واد، يا واد انت خلاص، يلا يا عم. ده انت حضرتك هتدفع 250 جنيه ولا ليه؟ 250 جنيه بتبوظوا في الشقه ونطلع لكم 250؟ اللون ده واحد، لون ايه؟ لون ايه ده؟ لون ايه؟ اسود على هدايا على دماغك الاسود؟ في حضرتك بتديها اسود؟ الاسود شيل يا عم، ده احدث لون. ده لونك يا دهن، احدث لون يا عم. امشي لحسن ابهدلكم. انا عبودون. مين ودود ده؟ بكلم حضرتك الاخت. اسكت يا هانم. هانم بتتكلم. قلت لك اسكت يا هانم. هتسكت ولا لا يا هانم؟ اسكت هانم. هانم يا عم ما تقولش هانم تن. يا عم شيل البتاع ده وامشي من هنا. تحب اسيبهم لك يبهدل الدنيا؟ يبهدل الدنيا هكسرهم. طب مش تسمعني؟ هكسرهم واكسرك انت كمان. قول لي هانم تسكت. برضه يا برضك تقول لي هانم تاني. انت انا دهنت ده مش بمزاجي. امال يا بمزاج مين؟ اللي قال لي عليه كبابي جارك اللي هنا. مين كبابي؟ انت على كباب يا كبابي يا كبابي يا عم علي صوتك. يا كبابي يا كبابي هيبص دلو. يا كبابي يا كبابي يا كبابي بتنده ليه؟ بند على كبابي. مسافر حضرتك. طب هو لما مسافر بتخليني انت عليه؟ هنزلك وخلي نهارك قلب. هتمشي من هنا ولا لا؟ خلي ولا قفلك هتنزل لي؟ اه كده يا هانم. يا جدع انت ما تقولش يا هانم، انت بني ادم انت. كده يا هانم. انا هبهدلك. بتندق لها باسمها ليه؟ ادهن يا عم. حاسب يا جدع انت. انا هلفلك والله. بس يا جدع انت تعالوا. بص بص انت يا طب بص بص يا جدع انت. والنهار اسود اللي انت عامله على فكره. انا فاهم حضرتك. على جدع انت نزلهم يا عم. امشي من هنا بقول لك. لا جاب لك الشرطه. امشي من هنا. لا جاب لك الشرطه. على فكرة يا أستاذ معلش أنا آسف، يعني في تقالة مني، بس أنا مضطر غصب عني إن أوري حضرتك صورة ليك. صورتي يا حضرتك؟ اللي أنا قلت لك إن أنا ذاكرتي ما تخنيش، مش أنا قلت لحضرتك كده؟ أيوة. وقلت له أنت طلعت معايا في كاميرا خفية؟ قلت ده ولا لأ؟ بس هو ما صورش مع حضرتك يعني. لا ده كان هو وكمان دي أهي حضرتك. إيه ده؟ حضرتك بس مين اللي معايا دي؟ مين دي؟ مين دي؟ كلمني مين دي؟ بس ثواني اصبريني، انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. اصبرك ايه؟ مين دي؟ الصوره دي جبتها منين حضرتك؟ حضرتك ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. الصوره دي حضرتك انت متصورها وقلت لي انا قدامي اسبوع واحتفل بعيد ميلاد زواجي. حضرتك ده ما حصلش. انا اول مره صورتها امتى دي وفين؟ كلمني انا، كلمني يا حبيبتي. اصبري قلت لك. اصبري ايه؟ كلمني. لا يا استاذ ابراهيم انا الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه خالص. انا لو سمحت اخت حضرتك انفعلت فجاه كده. دي مش اختي، دي مراتي. لا حضرتك انت كده بتخلق مشكله. صورها امتى دي؟ انا اخته. انت بتخلق مشكله كده حضرتك. انا مش عارف دي ما اعرفش عنها حاجه بتعمل ايه اساسا. لو سمحت وريني الصوره دي. معلش حضرتك ايه؟ بتكلم معايا ثواني. ثواني ايه؟ وفي ايه؟ انا عايز اعرف الصوره دي. استاذ ابراهيم ثواني حضرتك. ثواني اصبري. هستاذنك بس ثواني. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كل شيء يتحل حضرتك. لا مفيش حاجه بتتحل يا استاذ ابراهيم. ازاي يعني؟ مباح قوي يكون شبهه، واحد شبهه. شبهه ايه يا استاذ ابراهيم؟ ده بوظي وانا مش عارفه. المشكله كده دلوقتي انت جبت الصوره دي. استنى هنا. ومين ده يا استاذ ابراهيم؟ يا بنت اصبري قلت لك. مش هقدر. ما تعصبنيش. اشكالها ايه يا استاذ ابراهيم؟ اصبري دلوقتي. انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. ما تعرفش اشكال حضرتك. ما تعرفش اشكال دلوقتي. انا بس ده مش شرطك يا جدع. تعالى بس تعالى. اجي فين؟ اجي فين؟ تعالى بس. انت جبت الصوره دي منين؟ اهدى بس اهدى اهدى. ما تهداش يا استاذ ابراهيم من فضلك وريني الصوره دي. ما انا مش فاهم اتكلم معاك ازاي. انت انسان مش كويس. خساره العشره دي. انت ما تغلطيش كده. ما تخليش اتفرج الناس علينا. يا استاذ ابراهيم
مين؟ سيبني بقول لك سيبني خلاص. يا عم انت جبت الصوره دي منين؟ انا جاي. لو سمحت يا استاذ ابراهيم انت عملت لي مشكله كده. يا استاذ ابراهيم لو سمحت يا استاذ ابراهيم اديني الصوره. حضرتك الصوره عن الصوره دي حاجه غير هيوم هب بنينه. انت بتعتلي منين انت؟ من فضلك هات الصوره. انت بتعتلي منين؟ هسيبكم امشي. انا خلاص عملت لي مشكله. انت تاخد بيت دلوقتي. انت كده تاخد بيت خلاص يا بنت اسمعي. انا مش عاوزاك خلاص. بص حضرتك طب بص صورتك دي. طب بص لدي بص لدي حضرتك ايه رايكم؟ ايه ده؟ اهي مش انا اهو وانتي وشجره ورانا والاستاذ اهو وانتي اهو اهي اتفضلي. ايوه انا دي. اتفضلي اهي. ازاي؟ وخليها للذكرى حضرتك. انا استاذ فين يا استاذ ابراهيم؟ انا اسف يا ابني هسأل حضرتك شويه. اتفضل يا حضرتك. الدنيا غرورة وكدابة زي السوائل القلابة. احنا كنا كده وبقينا كده. ليه كده؟ هو ايه اللي كده وكده؟ ايه في؟ نعم في ايه يعني؟ الموضوع باختصار استرند للتوب. يا عم فهمني يا عم الله يكرمك. ايه كلام منك حاجة؟ اهو كلامه راح لحاله بقى. انت حمد سليمان؟ ايوه. اي هو بيضربك ليه؟ بيضربك ليه؟ مش قلت لك الدنيا غرورة وكدابة زي السوائل القلابة؟ يا عم عارفين ماشي. هو بيضربك ليه بقى؟ احنا كنا كده يا عم عارفين وبقينا كده. طب ليه كده؟ انا عارفين كده وكده عارفين. ضربك ليه بقى؟ قلت لك قبل كده زلو حضرو زلو حضرو. يا عم فهمنا. انت حمد سليمان؟ ايوه. ايه يا عم في ايه؟ اقعد يا ابني وانا هفهمك. ما تقلقش. فهمني ايه؟ شكلك كده مش مطمني اساسا. ما تقلقش انا قلت لك في الاول كنا كده. يا عم عارفين ان كنا كده. ده ضربك ليه الاولاني والتاني جه ضربك ليه؟ افهم حضرتك كنا كده. ايوه وبقينا كده. ايوه يرضيك كده يا عم ريحني الله يكرمك. انا مش بقول لك يا حضروني لا عنده يا عم. والنبي تعبتني بعدين حضروني ده. بقول لك نرجع بقى للكلام اللي ما نفهموش بقى. دنيا غروره وكدابه يا عم زي ام السوائل القلابه. ماشي عرفنا بقى بيضربوك. أيوة ليه؟ ايوه ما انا هقول لك على يا حاجه. بتقول لي ايه بقالك ساعه بتقول لي؟ خلاص يا ام راحت لحالها بقى. مقرف يا ما تزعلش. انت حمد سليمان؟ نعم. ايه انت حمد سليمان؟ لا ده يا حمدي. انت حمد سليمان؟ هيكذب عليك ليه؟ انت حمد سليمان عيني في عينك. مش في اتنين هنا جم ضربوكوا يا عم؟ البلد بحالها بتضرب فيك يا عم. لا مش في اتنين ضربوك. لا يا عم ما حدش ضربني. بيضربوك انت. حط عينك في عيني كده عشان تعرف انك كذاب. يا عم عرفتني. مش انت حمد سليمان؟ لا يا عم مش حمد سليمان. انت بتكذب. بصي بس هنصور من غير ما تحس. ايه يا عم محمد حسين يا جميل؟ ما تيجي نبص بس بقول لك كنا كده هو وبقينا كده هو. هما مين دول؟ ينفع كده هو؟ لا مين هما دول؟ ينفع يعني انا عايز حكم رجاله عشان انا تعبان. ينفع كده هو؟ انت حمد سليمان؟ ايوه. ضربك ليه؟ مش بقول لك الدنيا غروره وكدابه زي السوائل القلابه؟ هو ضربك ليه؟ عاوز اعرف ضربك ليه؟ تفهمني. كنا كده هو. هما مين دول اللي هما كده؟ كنا كده هو. هما مين؟ وبقينا كده هو. هما مين؟ خلاص بقى كلامه راح لحاله بقى. انت حمد سليمان؟
أيوة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ بقول لك كنا كده. هم مين اللي كده؟ وبقينا كده هو. هم مين دول؟ أنا الواد الصغير في وقتي واقف جنب التلاجة واقف عشان يشرح بالظبط. بجد يجولوا حدو برنامج. نعم؟ ده إيه؟ بتقول إيه حضرتك؟ في إيه؟ بقول لك الواد ابن أختي جه جنب التلاجة يشرح حبة مية ساعة. آه. جدولوا يجولوا حدو برنامج. إيه؟ نعم؟ في إيه؟ مفيش حاجة حضرتك، أنا مش سامعك كويس. مش سامعني إيه؟ عشان كده عايز أسمعك. آه. يلا بقى. كلامه راح لحاله بقى. أنت حمدي سليمان؟ نعم. أنت حمدي سليمان؟ لا مش أنا حمدي سليمان. ده. لا أنت حمدي سليمان. ده. أنت حمدي سليمان. ده هو. أنت حمدي سليمان. ده هو ده. بصي بس. ماما اسمها إيه؟ أنا. ألو. ألو. أيوة مدام أمل. من احلاها نومانين بتصل بيك عشان معايا بنت تايهه. الله، وانا مين قالك ان انا هلف معاك بعربيه ومعايا ميكروفون واقول بنت تايهه يا ولاد الحلال؟ لا انت ما تلفيش سيادتك، بس انا بقول لك ان انا معايا بنت تايهه واديتني النمره بتاعت سيادتك وبتقول دي نمره ماما. نمرتي انا؟ ايوه. ازاي يا ست؟ انا مش فاضي، ورايا شغل. انت هتيجي تاخدي بنتك ولا لا؟ ولا انت هتخنقني وهتوترني؟ انت اللي خنقتيني. انا زعلانه منك يا ناصر. لا اله الا الله يا ست، ما تزعليش بس تعالي خلصيني. بصي انا الصوره. اوه بصي انا الصوره. ايوه يا ست. ما بحبش الاسلوب ده يا الصوره خالص. يا ست خلصيني بقول لك، عشان انا مش فاضي. لازم انا ورايا اشغال. لازم يبقى في رقه في التعامل. في رقه؟ اه. رقه ايه بس؟ انا عايز وانا اعرفك منين عشان اتعامل معاك برقه يعني؟ لما تبقى بتكلم انسه لطيفه لازم تبقى انسه. امال البنت اللي قدام مني دي يعني؟ اوعى برضه هتقولي لي اوعى اوعى اوعى. انت حكايه اوعى معاكي ديت. بص بقى، لما اقول لك عايز افهم يعني اوعى، لما اقول لك اوعى اوعى اوعى. يا حبيبه ماما يا اختي، يا حبيبه ماما. يا حبيبتي ماما مين يا حبيبتي؟ دي امك يا بنتي يا غاليه. دي امك؟ دي فلزه كبدي. انت متاكده ان دي مو امك؟ يا رجاله خلصت ولا ايه؟ انا عايز افهم، ولا الحريم راحت فين؟ انت بتتكلم كده ليه يا ولا؟ ثانيه اتكلم ايه بس؟ انا عايز افهم. هي دي امك؟ حضرتك اهلاوي بقى ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اجدع ناس يا باشا، اجدع ناس. زملكاوي مش ايوه حاجة. زملكاوي. في حاجه ولا ايه؟ ولا في حاجه، ولا في حاجه خالص. ايه يا عم خد هنا، انت رايح فين؟ طب فهمني، انا عايز اعرف امشي ازاي. قوم انت واحد ندهوله. ده راجل شران. يا شران ازاي يعني؟ وانا امشي ازاي كده؟ ما تفهمني. انا ابويا جزار وعيلتي كلها جزارين. في ايه؟ احنا يا عم ملناش دعوه، ما نعرفوش. راجل شران. طيب احنا طب ازاي يعني عايز اعرف ازاي. انا مال انا؟ طيب ازاي يعني؟ انا مال انا؟ طيب يعني عايز اروح ازاي؟ امشي ازاي؟ ما تكلمني يا عم، قول لي في مش حفظت امك هقعد عليك يا عم. معرفوش. امال ايه؟ امال ايه؟ انا معرفوش. امال ايه هتصح؟ انا معرفوش. امال ايه؟ ما كسبتوني ليه كده؟ عشان قلت زملكاوي؟ ايه اللي عامل دلوقتي؟ مفيش حاجه يا ابني. قوم اعمل اي حاجه، اتشكوش اي حاجه. خلصني يا عم في الموضوع ده. بس هي مش كفايه بقى دغدغتني خالص؟ مش انت كبير الليله دي؟ انا ما عنديش ذنب. انا بقول لك راجل شران. ازاي يعني؟ انا بقول لك راجل شران. راجل شران ازاي يعني؟ يا عم بقول لك انا عايز اعرف شران ازاي؟ هتخليني ماشي كده على طول يعني؟ طب انا مالي؟ ما تدور ماشي ازاي يعني؟ اعمل ايه؟ ما انت كبير وكلهم عارفني. لا انا مش كبير. لا انا عندي احساس ان انت عارفه. مش كبيرهم يا عم. عارفه. انا ما اعرفش حاجه. ازاي يعني؟ انا بقول لك ما اعرفش حاجه. ازاي ما تعرفش؟ انا عارف انت معاك المفتاح. في ايه؟ في ايه؟ واحد ربطني وماشي وهو ده عارف ان فين معاه مفتاح. يا جابر قوم، انا صاحب الحاجه دي كلها. انا ساعدك. قوم انا ساعدك. اه الحمد لله. ده انت وحش الوحوش. انت عايز افهم بس، تعرف تحكي لي الحكايه من الاول؟ قول لي ايه اللي حصل. انا جيت لمعت الجزمه منه. انت جيت ايه؟ جيت لمعت الجزمه لقيته فاضي. ايه؟ فبقول له انا زمالك. بيقول لي انت بتشجع ايه؟ بقول له بشجع الزمالك. ليه؟ ليه ايه يعني؟ ليه تقول له كده؟ ليه يعني؟ عايز اعرف. ما هو انت هتعرف. الله،
يعني انت ما حسيتش ان هو اهلاوي؟ ما اعرفش ليه هو كاتب على ظهره. بص هقول لك على كلمه باختصار، خالي وخالتك وتفرجوا الخلايا. ايه خالي وخالتك وتفرجوا حاجات دي في فرح؟ واد غلبان ودماغه طاقه على نفسه يا عم، ما علينا ما رجلينا دي نعمل ايه؟ هقول لك على كلمه نحل الموضوع. خد الصندوق ب 500 جنيه بالبضاعه اللي فيه. ليه اعمله ايه؟ احطه عندنا في المطبخ، احنا جزارين يا عم. طب انا اجيب مفتاح منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اخدك على العربيه نص نجلي ونروح عند ميكانيكي. ليه بقر انا هتوديها وتفسحها ولا ايه؟ وديتني للسباك والنجار ونقاش ولا وديتني هنا ولا ايه؟ عمال تفزعني يمين وشمال وخلاص. طب انا بقول لك اشتري الصندوق، فيه ايه؟ اشتري ايه بس وزفت ايه؟ انا عايز اخرج من هنا وخلاص. هعمل لك حل جميل. ماشي ورينا الحل ده اخره معاك ايه؟ وريني رجلك. اهو ارفع رجلك، ارفع رجلك. ده خف جمل، ده مش رجل يا راجل. اه اديني ايه فتحتها لك اهي. سيبني كده قاعد من الصبح وقاعد ومربوط في رجلي ومعاك المفتاح يا اخي. ايه ده يا ابني؟ خلاص. طب بص ايه ده يا اخي؟ هفهمك امال ايه؟ طب فهمني. هفهمك ايه؟